نوصل لليكتشر 8. راح نبدي بالسيركوليشن. تمام، circulation. The blood is pumped by the left side of the heart into systemic circulation مثل ما حكينا, which is distributed to various portions of systemic organ through a parallel arrangement. ما عرجنا عليها إلا ما عرجنا عليها. خلي بالي إنه بغى ما يطلع البلد من ال left ventricle يروح على الأورتا, يرجع الأورتا يتقسم إلى برانشات. هاي البرانش كل برانش تروح على الأورجان الخاص بها, بحيث كل أورجان يستلم حصته الفريش من السيستميك سيركوليشن. تمام, ما عرف ذكرناها لما ذكرناها قبل هاي النقطة, فأخلي ما بالي ذكرنا. ما ذكرناها. تمام, أخلي نعم. بالي إنه كل أورجان يستلم حصته الفريش, لأن الأورتا راح يتقسم بعد ما يطلع من الهارت, وكل برانش مثلا راح يصير رينا الأرتري يغوى على الكدني, يصير جي آي تي برانش يغوى على جي آي تي برانش, سبلينيك أرتري يغوى على السبلين, بحيث كل أورجان ياخذ حصته الفريش من البلد اول ما يطلع من الهارت. تمام, هذا الارنجمنت يسمونه بارلل ارنجمنت, يعني كل اورجان ياخذ حصته its own part. This arrangement ensure that all organ receive a blood from the same composition. يعني ما مثلا البلد يغوى على الليفر يرجع يغوى على السبلين, من يغوى على الليفر الليفر ياخذ الاكسجين والنيوترينت ويرجع يكمل يغوى على السبلين, كن قلل الاكسجين والنيوترينت مالته. لا, كل أورجان يأخذ حصته ونفس الكومبوزيشن من البلد. That any organ does not receive leftover blood that have passed through the other organ. يعني كل أورجان يأخذ حصته وما يأخذ البلد وغا ما يغوى على other organ. فخلي بالنا إنه شيء اسمه parallel arrangement. Each organ receive its fresh part of blood. Because this arrangement or parallel arrangement of blood flow through each systemic organ can be independently adjusted according to its need. ولهذا لأن أكو كل أورجان عنده البرانش مالته, هاي الكمية مال البلد ممكن نزيدها ونقللها حسب حاجة هذا الأورجان, لأن هو هذا البلد فيزلز مالته خاص بينه. فالأورجان إذا زاد حاجة البلد راح يزيد البلد جاي يصير فازودايليتيشن, وإذا قلت حاجته راح يكون فازو كونستركشن. اذا زاد حاجته راح ياخذ كميات كبيره من الاكسجين والنيوترينت, واذا قلت حاجته راح ياخذ حسب حاجته. ليش؟ لان كل اورجان عنده حصته الفريش من البلد. تمام, البلد نخلي بالنا انه على طول يصير بينه ريكونديشنينج, سو اتس كومبوزيشن ريمين ريليتيفلي كونستانت ديسبايت an ongoing drain of supply to support metabolic activity and despite continual addition of waste product. أخلي ببالي إنه تمام البلد على طول قيمشي بالسيركوليشن, ومن يصل على الأورجان الأورجان ياخذ مالته الأكسجين والنيوترين ويرجع يرجع على الفينا سيستم الويست برودكت والسي أو 2. أخلي ببالي إنه هذا البلد على طول يصير بينه ريكونديشنينج, خاطئ يعني أزيل الويست برودكت وأضيف الأكسجين والنيوترينت. فأكو أورغان that are normally reconditioning blood. الأورغان اللي تعمل reconditioning للبلد receive much more of blood than it's necessary to meet their basic metabolic need. هذول reconditioning organ عادة يستلمون حصة من البلد أكثر من حاجتهم. تذكرون من حكينا بالمحاضرة السابقة أو القبلة إنه قلنا الهارت من يستلم حصته من البلد تقريبا ياخذ 75% بالريستنج سيتويشن من الاكسجين والنيوترينت, بينما غير اورجان تاخذ اقل, تاخذ تقريبا 25-30. هون الصوره تقريبا متقاربه انه هذول الريكونديشنينج اورجان اللي هي يعني يشملون الدايجستيف سيستم, الكدني, السكن, ياخذون حصه من البلد عن طريق هو البرانش الجايهم, ياخذون حصه اكثر من حاجتهم. يعني مثلا خلينا نقول يحتاجون 50 مل, ياخذون 70 الى 75 مل. هذا البلد الزايد ليش ياخذونه اكثر؟ لان باي لحظه الميتابوليك ديماند مالتهم تزيد, فخاطر لا يحتاجون انه يطلبون بلد اكثر بعد, هي عندهم اصلا حصه اضافيه. تمام, فور اكزامبل لارج برسنتج اوف كاردييك اوتبوت ار ديستريبيوتد. يعني ايش ياخذون حصه اكثر؟
يعني ياخذون بيرسنت اعلى من الكاردييك اوتبوت. تمام؟ فلهذا large percent of cardiac output are distributed to digestive system, يعني GIT tract, to pick up nutrient supplies. ليش أنا أعطي حصة كثير لGIT؟ لأن GIT وظيفته أو من ضمن وظائفه أنه تعمل لي digestion للفود وترجع تعمل لي reabsorption of nutrient. وأنا هاي النيوترينت أحتاجه خاطر البلد يضل على طول محمل بمواد نيوترينت أحتاجه للميتابوليزم. فالdigestive system يأخذ حصة أكبر من حاجته من الcardiac output. ايضا الكيدني وظيفته انه تعمل elimination of metabolic waste product and adjustment of water and electrolyte composition اللي كلش مهمه خاطر انا اصفي وانقي البلد. فلهذا الكيدني ايضا تاخذ حصه اكبر من الكاردياك اوتبوت خاطر تحافظ على وظيفته وانه اذا الجسم احتاج تشتغل اكثر عنده بلد موجود زيد. ليش؟ لان الكيدني دوره انه تصفي لي الجسم او تصفي لي بالاحرى البلد من الميتابوليك ويست برودكت وتعمل لي ديستريبيوشن ونورمال ديستريبيوشن للووتر والالكترولايت والبلد اللي هو كلش مهم فور هوميوستاسيس. ايضا السكن ياخذ حصه كبيره من الكاردييك اوتبوت لان السكن عنده دور كبير ما بالاليمينيشن ولا بالابزوربشن، عنده دور كبير انه يعمل لي كنترول البودي تمبريتشر على اختلاف الانفايرمنت تمبريتشر. يعني نحن بالحر وبالبرد درجه حرارتنا ثابته، منو يحافظ على درجه حراره الجسم او منو يساعد بالcontrol of this body temperature هو السكن. فلهذا تغشي على السكن ياخذ كميات اكبر او حصه اكبر من الكاردييك اوتبوت. فاخلي ببالي انه قلت لك اذا قال لك منهم هذول الاورجان اللي يعملون ريكونديشنينج للبلد هي من الدايجستيف سيستم، الرينال سيستم والسكن. نكمل. Because these conditioning reconditioning organs اللي هي مثل ما قلنا الجي اي تي والرينال والسكن receive a blood flow in excess of their own need لأن يستلمون حصة أكثر من حاجتهم من الكارديك أوتبوت، they can withstand temporary reduction in blood much better than other organ that have not this extra margin of blood supply. أخلي ببالي إنه الرينال والجي آي تي والسكن من يقلل blood supply عليهم يطيقون يقاومون أكثر لأن هي أصلاً أوريدي مستلمين حصة أكثر من حصتهم. على عكس الأورجانات الأخرى اللي تستلم بلد على قد سد حاجته. تمام؟ هذا فيجر يوضح لك السيركوليشن إنه تبدي مع الأورتا وبالفينيول وهذا الكابيلاري سيركوليشن اللي راح نحكيها تباعا، قصدت أنا وعليها الآن. مثل ما قلنا الريكونديشنينج أورجان اللي هي الجاسترونتستينال تراكت والرينال سيستم والسكين ياخذون حصة أكبر من الكارديك أوتبوت مقابلة The blood flow to the other organ like heart, skeletal muscle, brain, and so on, only for filling these organ metabolic need, and can adjust according to their level of activity. يعني البلد الغيح أو حصة الheart أو حصة skeletal muscle أو حصة brain من ال cardiac output على قدر حج سد احتياجاته. ونخلي ببالي انه the brain in particular suffer of irreparable damage when transiently derived from blood supply. اخلي ببالي هذول الاورجانات اللي يستلمون بلد على قد حاجتهم ما يطيقون يقامون الاسكيميا مثل هذوك الاورجانات اللي يستلمون بلد اكثر، وخاصه البرين. البرين كلش يعاني والمعاناة ماله تكون irreparable، يعني إذا صار عندي لا سمح الله إسكيميا أي نوع من الإسكيميا within a few minutes the brain tissue after a few minutes of lack oxygen or hypoxia راح يصير بيها permanent damage، راح يصير بيها خلل أو ضرر ما يمكن تعويضه أو ما ممكن تصليحه. تمام؟ ليش؟ لأن هي مستلمون الدم على قد حاجتهم، والهارت كذلك والمصل كذلك، بس أكثر أورجان سنسيتيف للإسكيميا هو البرين. أخلي ببالي أكثر أورجان سنسيتيف للإسكيميا أو للهايبوكسيا هو البرين. During exercise مثلاً على سبيل المثال during exercise البلد اللي يروح على الدايجستيف سيستم والكيدني راح نقلله يعني يصيغ الدم الزايد نبعثه على سكليت المصل، وهذا الدم إذا قل عليهم
ما راح يصير مشكله، لان الدايجستيف سيستم والرينال سيستم يستمون اصلا اكثر من حصتهم. فمن من من الدم اللي اكسترا عملت له ديليفرينج للسكيت المصل ما حيصير عندي اي اشكال. ايضا من يصير عندي مثلا انا اتعرض للكولد انفايرمنت، الجسم يحاول يحافظ على الحراره مالته، انه اعمل بازو كونستركشن خاطر لا افقد حراره اذا كنت بكولد ويذر. فاخلي بالي انه الجي اي تي يعني بالفعل الجي اي تي الكدني والسكن ياخذون حصه اكبر من الكاردياك اوتبوت فيطيقون يقاومون الاسكيميا، بينما الهارت والبرين والسكليت المصل واول واحد هو البرين يستلمون دم على قد سد الميتابوليك نيد مالتهم. فاذا صار تيمبوراري ديكريز بلس سبلاي او تيمبوراري ديكريز اوكسجين راح يصير بيرمننت دمج، خاصه بالبرين لان البرين تيشو كل السنسيتيف للهايبوكسيا وكل السنسيتيف للاسكيميا. نجي على تكملة السيركوليشن. نحن هدفنا من السيركوليشن انه نوصل البلد اللي هو فريش بلد الاخر سيل بالبودي، ابعد نقطة او ابعد خلية عن الهارت، اوصل له فريش بلد وارجع اخذ منه الويست برودكت وارجعه مرتلخ من ابعد نقطة بالجسم الى الهارت. فايش يصير هذا الشيء؟ عن طريق شيء اسمه البلد فلو. الفلو ريت اوف بلد through a vessel يسمونه أو يساوي الـ volume of blood that passing it per a minute. يعني أنا إذا غدت أحسب الفلو اللي غي على هذا الأورغان هسه هو يمثل لي الـ volume مال هذا الـ blood، حجم الـ blood اللي قيمشي through blood vessels وغيح على هذا الأورغان per a minute. فالفلو يساوينا الـ volume على time. الفلو ريت أخلي ببالي كلش مهم هاي المعادلة، انه proportion directly proportional to the pressure gradient directly proportional to pressure gradient and inversely proportional to vascular resistance. اخلي ببالي الفلو يتناسب تناسب طرديا مع فرق البريشر. اشقد اكو فرق بالبريشر، يعني الدم قيمشي من مكان هاي بريشر الى مكان لو بريشر، اشقد اكو فرق بالبريشر اشقد الفلو احسن. الفلو يتناسب طرديا مع البريشر جريدينت ويتناسب عكسيا مع الريزيستنت. انا ايش قد ازيد الريزيستنت للبلد او بالضبط ريزيستنت للفلو اوف بلد راح يقل عندي الفلو. فاخلي ببالي انه البلد فلو اللي هو الفوليوم مال البلد بير تايم يتناسب لي تناسبا طرديا مع البريشر جريدينت وتناسبا عكسيا مع الريزيستنت. فايش قد يزيد البريشر جريدينت ايش قد يتحسن الفلو، يعني اشقد انا البلد يمشي من مكان بها ضغط عالي الى مكان بها ضغط واطي اشقد الفلو يصير زيد، واشقد الريزيستنس اقل لا اشقد ايضا الفلو يصير زيد. البريشر جريدينت which is the difference in pressure between the beginning and the end of the vessels، يعني هو فرق البريشر between بدايه الفيزلز ونهايتها. تمام. The blood flow from area of high pressure to area of low pressure يسموها pressure gradient. The greater the pressure gradient forcing blood through vessels, the greater the flow rate through the vessels. يعني إيش قد أنا عندي pressure gradient عالي ببداية vessels وإيش قد قليل بنهاية vessels، إيش قد الفلو بهذا vessels كلش مليح لأن أكو pressure gradient. ومثل ما قلنا عشان نحافظ على الفلو أوف blood راح إذا حكيتوها سماح تفتوها، بس من راح ننزل من الأرتري على الأرتريول على الكابيلري على الفيليون راح تفتهمون إنه راح يصير عندي نقصان بالبريشر من الأيورتا إلى أن أصل إلى الكابيلري. هذا النقصان بالبريشر أو هذا البريشر جريدينت هو اللي حافظ لي على استمرارية جريان الدم في البلد فيزلز واستمرارية وصوله إلى أبعد نقطة عن الهارت. الريزيستنس is measurement of opposition to blood flow، يعني هي قياس اشقد انا ضد انه البلد يمشي. تمام. It's caused by friction between the moving fluid اللي هو البلد and the vessels wall. يعني الريزيستنت اشون تتولد او اشون يصير عندي مقاومه لجريان الدم بهذا الفيزلز. تتولد هاي المقاومه نتيجه الاحتكاك friction between blood نفسه and the wall of blood vessels. As resistance to flow increase, it is more difficult for blood to pass through this vessel.
So flow rate decreases as long as the pressure gradient remains unchanged. يعني إذا افترضنا إنه نحن بهذا الفيزلز the pressure gradient ثابت ما تغير، بس الريزيستنس زادت، الفلو راح يكون أسهل إلا أصعب. وليش؟ معي طلاب؟ الفلو راح يصير أصعب إلا أبسط، وليش؟ أعيد السؤال؟ طلاب بس لا صوتي ما واضح مارتلخ. أوكي واضح دكتور. إذا فرضنا بهذا البلد فيزلز بهاي اللحظة البريشر جريدينت ثابت بهذا البلد فيزلز، بس الريزيستنت زادت بهذا الفيزلز، الفلو راح يكون أسهل إلا أصعب؟ أصعب دكتورة. أصعب ليش؟ لأن الريزيستنت زايدي، تمام؟ نعم تمام. When the resistance increase، خلي بالي من المقاومة الزيد، the pressure gradient must be increased correspondingly to maintain the same flow rate. فأخلي بالي إذا زادت المقاومة لازم يزيد the pressure gradient خاطر أحافظ على flow rate ثابت، تمام؟ So when the vessels offer more resistance to the flow, the heart must work harder to maintain adequate circulation. فأخلي بالي أي شيء زايد أي شيء زايد للريزيستنت يمثل لي لود على الهارت، خاطر يضل يضخ البلد ببريشر أعلى، خاطر يصير عندي بالبداية بريشر عالي ومن أصل على الفيزلز بريشر واطي، يصير بريشر جريدينت عالي، خاطر أحافظ على استمرارية الفلو أوف بلد. فهمناها؟ فهمناها طلاب؟ معاي عيوني طلاب؟ أش قد تزيد الريزيستنس بالفيزلز، زيادة الريزيستنس تمثل لود على الهارت، تمثل عبء على الهارت، يتطلب منه يضخ الدم بقوة أكثر، من يضخه بقوة أكثر معناته راح يضخه ببريشر عالي أكثر، والبريشر من الهارت عالي، والبريشر يمي هوني بالفيزلز راح يكون عندي نعتبره الأذر إند، خاطر نحافظ على هاي بريشر جريدينت لان الريزيستنس عالي راح يتوقف راح يقل فلو اذا ما ازيد البريشر جريدينت. وصلت تمام شكرا. تمام اخلي ببالي انه الريزيستنت تو بلاد فلو ديبند اون 3 فاكتور، يعني المقاومه اللي تتولد بالارتري تعتمد على ثلاث شغلات. اول شيء فيسكوسيتي اوف بلاد، يعني لزوجه الدم. ثاني شيء الفيزلز لينك. ثالث شيء الفيزلز الريديوس. فإذا أردت أحفظها وما أنساها أخلي ببالي 3V الفي الأولى تتعلق بالدم نفسه. نحن أشعدنا قيم، يعني نحن ريزيستنت مقاوم بهذا الشريان، أشعدنا بالشريان عندنا الدم نفسه اللي هو الشيء اللي يتعلق بالدم هو الفيزكوسيتي لزوجة الدم، وشيء يتعلق بالفيزلز نفسه اللي هو VV vessels length طول الشريان والقطر مالته، وطبعا القطر ماله اهم من الطول. تمام فاخلي ببالي اللي يحدد لي الريزيستنس بهذا البلد vessels هي الفيزيكوسيتي اوف بلد، تمام، الفيزلز لينث والفيزلز راديوس. اوكي معايا طلاب نكمل. الفيزيكوسيتي اوف بلد تمثل لي لزوجة الدم اللي ايش لها علاقه، تتعلق بال يعني ايش كميه المولكيول مال هذا الفلويد او الثخن او لزوجه هذا الفلويد. The greater the viscosity the greater the resistance. فاخلي ببالي انه الريزيستنت تتناسب تناسب طرديا مع الفيسكوسيتي. ايش قد يعني وانتم تخيلوها، انا عندي صونده وقيم شي بيها فلويد، قيم شي بيها خلينا نقول صونده وقيم شي بيها بلد، أشقد البلد ثخين ولزج جريانه راح يكون أقوى إلا أبطأ؟ أبطأ عافية. فأشقد تزيد الريزيستنس أشقد تزيد الفيسكوزيتي بس خلينا نرجع للسلايد نفسه الأول. أشقد تزيد الفيسكوزيتي أشقد الجريان يكون أبطأ. In general the thick liquid the thicker a liquid than يعني اخلي ببالي انه اشقد الفلويد يكون thicker الجريان ماله راح يكون more slow. زين اخلي ببالي البلود فيسكوسيتي
determined primarily by number of circulating RBC. When blood RBC are excessive, اللي فلو راح يكون سلقش. هاي وصب نخشعة، نخشعة بجماعة البوليسايتيميا. أنتم ما خدتم هيماتولوجي بالفصل الأول. هاي البوليسايتيميا عندهم high number of RBC. فأتوقع الفيسكوسيتي مع البلد تزيد، لأن الفيسكوسيتي يعتمد كثير على number of RBC. فهذول اللي عندهم بوليسايتيميا يصير عندهم الفيسكوسيتي مع البلد مالهم تزيد، وبالمحصلة الريزيستنت تزيد، وبالمحصلة الفلو يقل. هذه بالحالات الطبيعية ما تبين، بس بالحالات اللي الشخص عنده بوليسايتيميا لها سبب مرضي، أو البوليسايتيميا طبعا من أسبابها السموكينج، تخشى هذول الهيفي سموكر مع تقدم العمر ومع الأثيروسكليروسيس ومع إذا خاصة إذا كان معاها هارت بروبلم، هايبرتنشن، دايبيتيز، تخشعوا أولد إيج سموكر، هيفي سموكر فور ييرز، يعني مثلا خلينا نقول 40 سنة وفوق، ومعاها هايبرتنشن ومعاها دايبيتيز، معاها أثيروسكليروسيس وهايبرليبيديميا، تخشع مع الوقت البلد فلو للإكسيتريميتي يقل، وتخشع يصير عندهم attacks of pain و coldness، وتبدي الغجل اللي يتغير لونه، وتبدي تزرق، وتبدي يعني ايش يصير بيها infection، وتنتهي اخير شيء amputation. ليش صار هذا الشيء؟ سببه انه البلد فلو قل. ليش قل البلد فلو؟ واحد من اسباب انه يقل البلد فلو هو increase RBC، ما بحده يعني polycythemia ما بحده السبب، مع السكري اللي يقلل لي الإحساس بالألم، يعني يصير عنده إسكيمي بس هو ما قيحس بالبين، مع الأثيريوسكليروسيس اللي أيضاً يضيق لي الشريان، بتخشع أغلبهم أبعدكم الله هذول الأولد إيج اللي هي عندهم أوبيزيتي وهايبرليبديميا وهيفي سموكر وهارت بروبلم مع دايبيتس وهايبرتنشن، أغلبهم يصير عندهم مشكلة بالأرتريز أوف لور ليمب، وأغلبهم يصير عندهم مشاكل يعني أستر إنه يصير عندهم صم اتاك اوف اسكيميا، واللي عدد لا باس به من تنتهي بامبوتيشن، يعني نعمل بتر للفينجر للقدم او بيلوني امبوتيشن حسب السيفيريتي مال هاي الحاله. بس اخلي بالي انه البوليسايتيميا اللي تزيد لي الفيسكوسيتي مال البلد تؤدي لي انه البلد فلو يقل. تمام؟ ليش البلد فلو يقل؟ لان تزيد الريزيستنس، ونحن قلنا الريزيستنس تتناسب تناسب عكسيا مع الفلو، اشخل يزيد الريزيستنس اشخل الفلو يقل. نكمل. اول نقطه قلنا الفيسكوسيتي، ثاني نقطه سيرفيس اريا. اخلي ببالي انه السيرفيس اريا يعني المساحه السطحيه يعني تتحدد باللينث اند راديوس اوف ذا فيزلز. The major determinant of resistance to flow مثل ما قلت لك الراديوس، اهم يعني أهم من اللينك هو القطر أو عضض الأرتري. Fluid passes more readily through a large vessels than a small vessels. مثل ما عندك أنت يعني عشان محلول أو fluid وتتمشين، وإذا بصوندة عريضة راح يمشي أسرع، تمام؟ ويمشي أسهل أيضا. إذا بصوندة غافية راح يمشي أقل. The reason for that, for a given volume of blood. ليش البلد او الفلويد يمشي بالصوند الاعغض اسهل؟ لان the reason for that, for a given volume of blood come in contact with much more of surface area of a small radius vessels than large radius vessels resulting in great resistance. لان الصوند اللي قطره رفيع السيرفيس اريا مالته راح تكون عاليه، فبالمحصله الريزيستنت راح تكون عاليه، فبالمحصله الفلو راح يكون اقل. تمام؟ فذا جريتر ريزيستنت ذا لو فلو. فلهذا نخلي بالنا انه ايضا القطر ايش قد يقل ايش قد يزيد الريزيستنس. تمام؟ وايش قد يزيد الريزيستنت ايش قد الفلو يقل. فالريزيستنس از انفرسلي بروبورشن تو فور باور اوف راديوس، يعني الريزيستنت تتناسب عكسيا مع القطر يعني الجذر ما جو تربيع. Thus فلهذا doubling the radius، فلهذا اذا دبلنا الراديوس يعني اذا زيدنا القطر مع هذا الشريان الريزيستنت راح تقل تقريبا 1 الى 16 مره، لان هذاك مضروب في 4. تمام؟ والعكس بالعكس، اذا قللنا is it true only 1 الى 16 as much as blood flow through a vessels
the same driving pressure when the radius is halved. أخلي بالي إنه إذا قللت إذا صغرت القطرة على النص بالعكس ال resistance راح تزيد على 16. فأخلي بالي إنه ال resistance يحددها ال viscosity of blood, radius and length. وأكثر شيء مهم هو ال radius لأن في أربعة. يعني أنا إيش قد أقلل ال radius إيش قد ال resistance تزيد تمام؟ ومعناته إيش قد أقلل ال radius إيش قد ال flow يقل. وهذا يعني يطلب مني جهد ويصب ما يطلب من عندي جهد، يطلب من القلب جهد إنه أنا أحافظ على استمرار الفلو أو استمرار جريان البلد أو الفلو أوف بلد لفارست لأبعد نقطة عن الهارت اللي تكون الأرتري بهذيك النقطة كلش thin arteriole يعني كلش غفيعة. هاي الأرتريات الغفيعة تكون الريزيستنت مالها كلش عالي بهاي النقطة أو بهذا البعد عن الهارت. اللي حافظ لي على استمرار جريان الدم هو البريشر جريدينت، وراح نخشع عشان راح يصير البريشر جريدينت كلش عالي بهاي المنطقة أو كلش فرق بالبريشر جريدينت. فأخلي ببالي الفلو بالنقاط البعيدة عن الهارت اللي البلد سبلاي مالتها قليل ما قليل بالأحرى الفيزلز مالتها غفيعة أو شعرية أو يسموها مايكرو سيركيليشن، اللي حافظ على الفلو هنوكا هو الفرق بالبريشر جريدينت، لأن هنوك الريزيستنت كلش عالي لأن الأرتريولات القطر ماله ضيق. تمام؟ نكمل. خلصنا الفلو اللي هو يمثل لنا الفرق بالبريشر جريدينت عن الريزيستنت، إيش قد يزيد البريشر جريدينت إيش قد يتحسن الفلو، وإيش قد يزيد الريزيستنت إيش قد يقل الفلو، وحاصل التوازن بين هذول العاملين يحافظ لي على استمرار البلد بالهيلثي سبجكت بالنورمال فيسيولوجي. اي مشكله اي اضطراب اي خربطه سواء سيستميك ديزيز او ديزيز بالفيزلس نفسها راح تتخربط هاي المعادله وراح يصير بقى عندي مشاكل الهايبوكسيا والاسكيميا. نجي على شغلات تكميليه للمواضيع اللي حكيناها. اخلي ببالي انه there are two type of connective tissue fiber in the arteries. الارتري الرئيسيات يعني الشرايين الكبيره اكو نوعين من الكونكتيف تيشو بيها، الكولاجين فايبر which provide a tensile strength. يعني ايش التنسايل؟ يعني تخليها تقاوم high driving pressure ejected from the heart. يعني الكولاجين فايبر تخلي الميجر artery اللي تستلم blood من الهارت تكون تتمتع بقوة خاطئ تتحمل الضغط مال الدم اللي ejected from the heart. يعني مثل ما قلنا الهارت يضخ blood بهاي pressure. النوع الثاني من الكونكتيف تيشو هو الإلاستين فايبر which give an the arterial wall elasticity so they can behave much like a balloon. الإلاستيك فايبر يخلي الارتري بينه إلاستيسيتي بحيث يعني يتصرف كأنما أنا عندي بالون عشان هكذا البالون ممكن أنفخها وارجع أفشها إذا من بيها بلد كثير تنفخ ومن يقل بلد ترجع تنكمش بحيث تصير مطاطية أو إلاستيك. تمام؟ فأخلي ببالي إنه الأرتري المرتبطة بالهارت فيها تتمتع بخاصيتين، إنه هي إلاستيك يعني تتمطى وترجع يعني تنقبض وترجع تنبسط لأن بيها إلاستيك ريكويل، وأيضاً بنفس الوقت بيها فقط سترينك. هذا السترينك جاي من الكولاجين فايبر، لازم تكون قوي لأن البلد ينضخ من الهارت بقوة كبيرة. إذا الأرتري ما قوي قوة البلد ممكن تفجره. تمام؟ All vessels are lined by thin layer of smooth flat endothelial cell that are continuous with the endothelial lining of the heart اللي هو endocardium. يعني نحن مثل ما قلنا بديك المحاضرة الهارت إذا أخذت cross sectional area من الداخل from internal to external راح يكون عندي الendocardium اللي هي lining of the heart أو بطانة القلب، وبعدين الميوكارديوم اللي هي muscle layer اللي هي البلك layer، وبعدين البريكارديوم. تمام؟ أخلي ببالي إنه هذا الendocardial lining of the heart يستمر باللينينج of blood vessels يسموها endothelial layer. فأخلي ببالي الvessels are lined with thin layer of endothelial cell، وهذه thin layer of endothelial cell كثير بيها
وظائف راح نخشعها تباعا. ايضا a thick wall، الجدار مالته a thick wall made up of smooth muscle and connective tissue surround the artery endothelial lining. فأخلي ببالي إذا أخذت مقطع بالارتري راح يكون اللايننج ماله endothelial cell أو endothelial cell cover اللي هو continuous when the endothelial layer of the heart أو endocardial layer of the heart يسموها endocardium و thick muscular layer that is cover يعني that's يعني form the wall of the artery with مثل ما قلنا connective tissue fiber. الفانكشن اوف ذيس اندوثيليال سيل اللي هي تعمل لي لايننج للبلد فيزلز عنده كثير الفانكشنات، لخصتوا لكم هي وهاي الفانكشنات كلش مهمه. الفانكشن الاولى انه لاين ذا بلد فيزلز اند ذا هارت تشامبر سيرف از فيزيكال بارير بتوين ذا بلد اند ذا ريميندر اوف ذا فيزلز. يعني هي كانما تعمل لي مثل اشن بطانه او حاجز وقائي أو يعني بارير بين البلد وبين الوول، تمام؟ كأنما هي مثل بطانة أو حاجز. النقطة الثانية إنه سكريت بيزو أكتف سبستانس، هاي البيزو أكتف سبستانس تنفرز in response to local physical and chemical changes. These substances cause relaxation اللي هي vasodilation or constriction of underlying muscle. يعني الفيزلز وول حسب الحال اللي راح تصير بينه اللي هي حسب حاجة الأورغان راح تفرز مواد من يفرزها الاندوثيليال سيل. هاي الاندوثيليال سيل تفرز مواد حسب اللوكال كيميكال اند فيزيكال ريسبونس. المواد هذه مسؤوليتها اما تعمل فازو دايليتيشن او فازو كونستركشن اوف مصل لاير اللي تعمل لي الوول اوف بلاد فيزلز. وبالمحصلة من يصير عندي vasoconstriction أو vasodilation راح يصير عندي decrease blood supply أو increase blood supply. أيضا secrete substance that stimulate vessels growth and proliferation. يعني إذا صار عندي damage أو repair بال vessels wall هاي الطبقات مسؤولة عن إفراز مواد تحفز بناء ونمو وتطور ال damage خاطئ يصير عند بينه healing. أيضا النقطة الرابعة participate in exchange of material between blood and surrounding tissue across capillary through vesicular transport. يعني أيضا لها دور إنه تعمل لي exchange of material. أيضا endothelial cell من الوظائف المهمة ماله إنه influence formation of platelet plug اللي من يصير عندي لا سمح الله bleeding أحتاج إنه أوقف bleeding. فplatelet plug من الستيبس في تكوينه انه تتاثر او تتحفز بالسكريشن اوف اندوثيليال سيل. ايضا participate in determination of capillary permeability by contracting to vary the size of pore between the adjacent endothelial cell. يعني مثل ما قلنا نحن قلنا نحكي على الارتري الميجر ارتري، بس اذا وصلنا لمرحله او وصلنا لمرحله الكابيلاري تفيد أو تسيطر على الكابيلاري بيرميبيليتي عن طريق إنه تزيد السايز أوف ذا بور أو تقلله، وهي ما راح تفهموها إلا نصل الكابيلاري راح نصل إن شاء الله بنهاية المحاضرة. إنه إذا صار عندي كونستركشن أوف إندوثيليال سيل راح تتبعز خلية عن خلية فالبور تزيد، بس إذا صار عندي انبساط راح تلزق خلية بخلية فالبورس راح تقل وبالمحصلة البيرميبيليتي تقل. أخلي ببالي the driving force for continued flow of blood to the different organ during cardiac relaxation is provided by elastic property of arterial wall. وأكمل the entire purpose of circulatory system is for capillary exchange. فأخلي ببالي نحن الهارت الفلو يساوينا change بالpressure أو pressure gradient على resistance اللي يحافظ لي على استمرار جريان الدم لمختلف أنحاء الجسم during relaxation. إحنا قلنا من الهارت يتقلص systole ejection يضخ البلد ببرشر عالي، هذا البرشر يخلينه يمشي البلد يخلينه يمشي during diastole الهارت مرتاح، أشي يخلي البلد يستمر يروح هو الإلاستيك property of artery. يعني الارتري قيمشي بينه بلد بضغط عالي أثناء السيستولي،
فكن انبسط يعني كن اشن كن تمطخ عطى يمشي البلد من البريشر يقل ديورينج دايستولي الالاستيك ريكويل الارتري يرجع يتقلص على نفسه الالاستيك ريكويل ريكويل اوف ذا ارتري كانما يحافظ لي على انه البريشر يضل عالي داخله بحيث اكو بريشر جريدينت يمشي لي البلد وصلت واخلي بالي انه ذا انتاير بيربس نحن الكارديو فاسكولار سيستم الهارت يشتغل كبم وظيفته ضخ البلد للجسم ويرجع يستلمون من الجسم وظيفة السيركيتري سيستم اللي هي البلد فيزلز اللي ترتبط اللي تطلع من الهارت واللي ترجع الدم علينه واللي ترجع تدخل للهارت entire purpose of circulatory system is for capillary exchange يعني أنا وظيفة هاي الارتري كلها إنه تودي لي بلد وترجع لي بلد وظيفتها الرئيسية إنه أصل على الكابيلاري إكستشنج إنه كل خلية من خلايا الجسم يجيها كابيلاري يجيب له بلد يجيب له هو بلد بالأحرى بينه أكسجين ونيوترينت وياخذ منه الويست برودكت والسي أو 2 فالentire purpose of circulatory system is for capillary exchange. All other activity of system is directed toward ensuring an adequate distribution of a fresh blood to capillary for exchange with all cell. Entire purpose مالته إنه أنا كل cell of the body بأبعد نقطة من الجسم تأخذ its own fresh blood يحتوي على الأكسجين ويحتوي على نيوترينت وأرجع أسحب منه ال CO2 وال waste product of metabolism تمام؟ In the arteriole نحن قلنا مثل ما قلنا يعني نحن قلنا الدرجة هسا بدينا بالارتريز اللي هي ترتبط مع الهارت بها خاصية انه هي بها كولاجين فايبر فهي سترونج وبها خاصية انه هي الى إلاستيك ترجع تعمل إلاستيك ريكويل وتحافظ على البريشر اثناء الدايستولي وبها اندوثيليال لاير والاندوثيليال لاير سوري عرفنا اشنو وظائفه بقى نتدرج احنا من عندنا الهارت بيج ارتري ميدل سايز ارتري سمول سايز ارتري نصل الى الارتريول الارتريول والكابيلاريز والفينيول يسموهم المايكرو سيركوليشن اذا اقول لك ايش هي المايكرو سيركوليشن تقول لي الارتريول اللي هي فيري سمول ارتري اللي ترتبط مع الكابيلاري وبعدين الكابيلاري يرجع يرتبط مع الفينيول اللي هي very small vein هذول يسموهم المايكرو سيركوليشن تمام طبعا ليش يسموهم مايكرو لين visible by microscope اخلي بالي الارتريز ما الارتريولز يعني الارتري الكبيرة وظيفتها serve as rapid transit passage way to organ وpressure reservoir اخلي بالي انه الارتريات الكبيرة البيج ارتري بيج سايز ارتري وظيفتها انه تعمل باسج يعني هي ممر لوصول للدم وهي بريشر ريزرفوار وظيفتها تحافظ لي على البريشر لانبيها الاستيك ريكويل تمام اخلي ببالي يمكن ارجعكم عن هذا الفيجر اذا قريب اخلي ببالي طلاب مثل ما قلنا نحن الاورتا يطلع من الهارت جريت ارتري بعدين ميدل سايز ارتري بعدين نصل الى الارتريول الارتريول اللي هي سمول سايز ارتري مع الكابيلاريز مع الفينيون اللي هي مسميهم هذول مايكرو سيركوليشن هاي المنطقه اللي هي بالوسط اللي هي الكابيلاري هي السايت اوف سيل اكستشينج تمام والفينيول راح اصير ميدل سايز ارتري سمول وميدل سايز العفو فين وبعدين لارج فين وبعدين على الفيناكاب فهذه وظيفة هذول الارتريات الكبار انه تعمل لي نقل للبلد يعني تنقل لي البلد من الهارت يعني من الهارت على الايورتا وتنقل لي تمشي لي البلد وظيفتها انه تمشي البلد الوظيفة الثانية انه تحافظ لي على البريشر جريدينت فاخلي ببالي هذول بريشر ريزرفوار هذول ايش نم؟ بريشر ريزرفوار لان راح شوية تلخ من نكمل الفين راح تكون هي فوليوم ريزرفوار هاي تحافظ لي على الضغط وهي تحافظ لي على الحجم على الفوليوم وهون ايش راح يصير عندي الكابيلاري اكستشينج هوني راح كل خليه من انحاء الجسم راح تاخذ حصتها من البلد نكمل بس وصلنا ايه مثل ما قلنا وظيفتها انه تنقل لي البلد او هي ما تنقل لي البلد يعني خطا لخصها هي ممرات للبلد يمشي بيها وهي بريشر ريزرفوار اخلي ببالي انه من وصلت مرحله الارتريول او وصلت للارتريول الارتريول
يمكن نوهتوا عليها بوحدة من المحاضرات، إنه هي the major resistance vessels. إذا أخلك أعلى resistance بكل السيركوليشن من الهارت إلى أن أرجع مرة للهارت، تقلي أعلى resistance هي بالأرتريول. فالأرتريول is the major resistance vessels in the vascular tree because of their radius is small enough to offer a considerable resistance of flow. ليش الريزيستنس ماله اعلى شيء؟ لان كلش الراديوس مالته سمول، ونحن قلنا اشقد القطر يقل اشقد الريزيستنس يزيد، فهي اعلى مقاومه عنده. In contrast to low resistance of the arteries، الارتريز تكون عاده مقاومتها قليله لان القطر ماله كبير، تمام؟ The high degree of arterial resistance cause a marked drop. هوني بس طلاب بليز ركزوا معي. A high degree of arterial resistance cause a marked drop in mean pressure as blood flow through these small vessels. فأخلي ببالي، نحن قلنا نرجع نتذكر بداية المحاضرة، الدم قيمشي بهذا الفيزلز، المقاومة كلش زادت هوني، نتيجة هوني المقاومة ليش قلت؟ سوري ليش زادت؟ لأن القطر قل. فالمقاومة من الزيد قلنا البريشر جريدينت لازم أزيده. ليش البريشر جريدينت لازم أزيده؟ لأن المين بريشر جريدينت مال هذا البلد القيم شي هوني راح يقل. ليش راح يقل؟ لأن راح تزيد المقاومة. And average on average the pressure falls، الضغط راح يقل من 93 مليمتر مركري اللي هو the mean arterial blood pressure entering the arteriole. يعني أول ما يصل البلد على مرحلة الأرتريول البريشر جريدينت مالته، ما البريشر جريدينت سوري، الأفرج بريشر مالته هو 93، يقل إلى 37 when the blood leaving arteriole and entering capillary. يعني إذا رجعنا على نفس الفيجر اللي حكيناه قبل شوية، البريشر الأرتري سوري نحن هاي الأرتريول، المين بريشر جريدينت أو البريشر of this artery of blood of this artery هو 93. من يدخل الارتري، الارتري هو 93، من يغادر الارتريول ويدخل على منطقة الكابيلر اللي منطقة هون يقل البريشر من 93 إلى 37. ليش يقل البريشر؟ نتيجة زيادة الريزيستنت because of a small radius. هذا نقصان البريشر لأول وهلة نحن نعتبره خسارة، لأن نحن قلنا البريشر من يقل أحتاج يعني أحتاج ضخ أكثر. هذا البريشر اللي قل نتيجة very high resistance بالأرتريول، this decline in pressure help to establish a pressure gradient that encourage the flow. يعني نرجع الفيجر نفسه، نحن قلنا لحافظنا على الفلو البريشر gradient على resistance، تمام؟ البريشر الريزيستنت هولي كلش زادت، زياده الريزيستنت قللت لي الضغط مال البلد الداخل على الارتريول، بس تقليل الضغط بين دخول الارتريول والخروج من الارتريول عمل لي بريشر جريدينت. البريشر جريدينت رجع هو حافظ لي على جريان الدم. وصلت الفكره ولا لا؟ وصلت الفكره طلاب ولا لا؟ وصلت دكتور، وصلت تمام. يعني اللي حافظ لي على الفلو بهذول الثن، ما ثن بالاحرى، اللي حافظ لي على الفلو بهذول النارو ارتري هو البريشر جريدينت، لان احنا قلنا الفلو يساوي ان البريشر جريدينت على الريزيستنس. الريزيستنت هوني كلش عالي، اللي حافظ لي على الفلو البريشر جريدينت، لان كان يعني البلد اول ما دخل على الارتريول كان 93 البريشر مالته، رجع انخفض على ال 37. هذا الديفرنس بالبريشر جريدينت حافظ لي على استمرارية جريان البلد. معي؟ نكمل وسط وصلنا؟ تمام، هوني وصلنا. فأخلي ببالي إنه الراديوس and accordingly the resistance of arteriole that supply individual organ can be adjust adequately according. أخلي ببالي إنه الريزيستنس والراديوس والريزيستنت والريزيستنس فلو تتغير حسب انه
اريد اسيطر او اعمل ريجليشن للبلد بريشر، لان احنا قلنا من العوامل اللي تسيطر لي او تنظم لي البلد بريشر هي البريفرال كارد بريفرال ريزيستنس، لان قلنا البلد بريشر يساوي ان الكاردييك اوت بوت في بريفرال فاسكولار ريزيستنس، فقدت من العوامل اللي تسيطر لي على الضغط ومن العوامل اللي بالديزيز تؤدي لي الى خربطه الضغط هي زياده الريزيستنس. تمام، فاخلي بالي انه ذا ميجر ريزيستنس فيزلز هو الارتريو. ايضا الارتريورال وول كونتين فيري ليتل الاستيك كونكتيف تيشو، هاويفر ذي دو هاف ا ثيك لاير اوف سموث مسل ذات ريشلي انيرفيتد باي سمباثيتك نيرفس سيستم. اخلي بالي انه الارتريول الالاستيك تيشو مالته ليتل او ثين لاير اوف الاستيك كونكتيف تيشو، واللي ما احتاجه هون كثير، انا احتاج الالاستيك ريكويل بالميجر فيزلز، خاصه تعمل لي الاستيك ريكويل وترجع تحافظ لي على البريشر، لان هي بريشر ريزرفوار. هذول ما بريشر ريزرفوار، بالعكس هذول قللوا البريشر من 93 الى 37، هذول ريزيستنت ريزرفوار، هذول هي ذا ميجر سايت فور ريزيستنس. ايضا يتميز الارتريول انه عنده ثيك لاير اوف سموث مسل فايبر، هاي سموث مسل فايبر ار انيرفيتد باي سمباثيتك نيرفس سيستم، هاي السموث لاير fiber are sensitive to many local chemical changes and to few circulatory hormones. فأخلي ببالي إنه هذول smooth layer يعني smooth thick layer of smooth muscle that richly innervated by sympathetic nervous system and also sensitive to circulatory hormone and to local changes. هذولي الcontraction والانبساط مالتهم راح يتحكم لي بالdiameter of arterial، وبالمحصلة يتحكم لي بالresistance، وبالمحصلة يتحكم لي بالflow. أخلي ببالي أيضا نقطة كلش مهمة، إنه the driving force اللي هو the driving force أو the pressure for flow is identical to for each organ. فأخلي ببالي إنه كل organ ال pressure مالته والflow مالته مال blood خاص بينه، كل organ رب العالمين خلق الflow مالته يختلف حسب حاجة هذا الorgan نفسه، حسب طبيعة شغله. زين، وصلنا مرحلة الكابيلاري، راح أوقف طلاب خاطر المحاضرة جاي أكمل الساعة 10 قلعتكم تقريبا، أنا عندي ونص إلى 50، نوقف محاضرة تتجي نكمل، خذوا لكم بريت فقط 5 دقائق تمام ونرجع نكمل. أوكي أوكي عيني طلاب، تمام أوكي دكتور. وصلنا طلاب الكابيلاري، ونحن قلنا هدفنا من السيركيوليتري سيستم انه انا اصلا يصل لي بلاد للكابيلاري ويصير عندي كابيلاري اكستشينج. الكابيلاري ار ذا سايت فور اكستشينج اوف ماتيريال بتوين ذا بلاد اند تيشو سيلز، ا برانش اوف اكستنسيفلي تو برينج ذا بلاد ويذين تو ريتش افري سيل. يعني اخلي ببالي انه الكابيلاري يعمل لي شبكه من السمول كابيلاريز بحيث ابعد خليه بالجسم يصله للبلد فيزلز، يصله يعني يصله هذا البراج من الكابيلاري خاطر يوصل له للبلد والنيوتريان. ماتيريال ار اكستشينج اكروس كابيلاري وول مينلي باي ديفيوجن. اخلي بالي انه اكثر شيء المواد تطلع من الكابيلاري عن طريق الديفيوجن. ديفيوز مولكيول هاف اونلي شورت ديستانس تو ترافل بتوين ذا بلد اند سراوندينج سيل. ليش؟ لان السراوندينج سيل ليش المسافه قصيره؟ بيكوز اوف ثين كابيلاري وول and the small capillary diameter coupled with the close prior proximity of every cell to capillary. يعني خلي ببالي انه الخليه اللي يغذيها الكابيلاري كلش قريب عليها، فالديفيوز موليكيول بس راح تمشي مسافه مجرد تطلع من الكابيلاري تصل للسيل. تمام، واصلا الكابيلاري وول هو ثين والكابيلاري دايمتر سمول، فالديفيوز ماتيريال او ديفيوز موليكيول عليها أن تقطع مسافة كلش صغيرة. This short distance is important because the rate of diffusion slow down as the diffusion distance increases. يعني الديفيوجن أشقد المسافة بين الديفيوز موليكيول والسيل تزيد أشقد الديفيوجن يقل، فالشورت ديستانس راح تزيد لي الديفيوجن. تمام؟ أكو فقط عفوا دكتورة، ممكن بس فول سكرين؟ تمام
the local metabolic changes اللي can also adjust the blood flow بالcapillaries نفسها. Local chemical factor which produce relaxation of arteriole وبالمحصلة ما يتبع التكملة اللي من اللي يرتبط مع الarteriole capillary. أكو فقط local chemicals تعمل لي dilatation of arteriole وبالمحصلة زيد blood supply للarteriole وبالمحصلة blood اللي وصل للcapillary يزيد. إيش نهيم هذول المواد أو إيش نهيم local factors؟ First, decrease local oxygen concentration. Any sort of hypoxia, خلوها ببالكم. Any sort of hypoxia or increase CO2, هذول أقوى عاملين local يزيدولي blood supply. أي نقصان بالأكسجين أو زيادة أو أي زيادة بالكربون دايكسايد هذا أقوى local factor يزيد blood supply للأرتريول وبالمحصلة للبلد تيشيو للتيشيو اللي حواليها وبالمحصلة للكابلري. أيضا increase local hydrogen ion concentration يعني أي any type of acidosis, increase potassium, increase osmolarity, increase adenosine, or increase prostaglandin release. كل هذول يعتبرون local factor يشتغلون على الأرتريول خاطر يزيدون البلس سبلاي عليهم. وتتذكرون احنا من حكينا قبل شوية قد الأرتريول بيها فقد thin elastic layer fiber بس بيها thick smooth muscle. هاي السموث muscle يغذيها sympathetic nervous system وأيضا تتأثر باللوكال circulatory هرمون وتتأثر باللوكال chemicals. فهذه العوامل اللي من ضمنها تعمل لي vasodilatation of arteriole وبالمحصلة تزيد blood supply اللي وصل الارتري وبالمحصلة blood supply اللي وصل الكابيلاري أيضا يزداد. خلي ببالي الايش كابيلاري هي الكابيلاري كلش ناروز بحيث الافرج دايميتر مالهم يعني تقريبا يشبه ما يشبه أقل درجة من الافرج دايميتر of RBC. فالRBC من تطلع خلال الكابيلاريز من تطلع تحتاج تعمل يعني عشان تحتاج تقلص نفسها أو تدعك نفسها have to squeeze themselves خاطر تمشي خلال الكابيلاري. الكابيلاري دايميتر كلش تن يعني هي عبارة عن أوعية شعرية. وأيضا البلازما content are either in direct contact with inside of capillary wall or only short diffusing distance from it. يعني أخلي ببالي إنه الكابيلاري يمثل لي فقط network of capillaries small capillaries بحيث يصلون إلى كل الخلايا بحيث الديفيوزينج موليكيول أو الماتريال اللي داخل البلد سواء كان في نيوتريت أو أكسجين ما يحتاج لا جهد ولا وقت ولا مسافة طويلة لأن كل خلية تقريبا يصلها its own capillary. تمام؟ خلي ببالي أنه حصة الكابيلاري الكابيلاري contain 5% of cardiac output يعني نسبة قليلة من الكارديوك أوت تصلها بس هاي النسبة كافية إنه تعمل لي perfusion للستيل اللي nearby capillary. Blood أخلي بالي flows more slowly in capillary than elsewhere in circulatory system. إحنا قلنا إيش قد يقل الدايميتر إيش قد الفلو يقل بس هوني أنا يعني وظيفة أو مش مشيال البلد سلولي هوني يفيد لي خاطر يعطيني تايم للديفيوجن. تمام؟ وليش قلنا يصيغ سلولي أن كلش كلش هي نارو فهاي الإكستنسيف كابلري برانجيك هي نارو يرجعون يتفرعون فأش قد يتفرعون تفرعاتهم راح تكون بعد أصغر أو أضيق من عندهم more narrow than the major branches فتخشع هذا الإكستنسيف برانجينج of capillary network مسؤولة عن السلو فلو. هذا السلو فلو هوني يفيدني مثل ما قبل شوية فادتني الريزيستنت مال ارتريول انه عملت لي برش انه عملت لي بريشر جريدينت هوني ايضا تعطيني تايم فور اكسشينج. ومثل ما قلنا بيكوز ذا سيركيولاتوري سيستم نرجع نعيده ونسقله ونقول هو كلوز سيستم ذا فوليوم اوف بلود فولوينج ثرو اني ليفل اوف سيستم ماست ايكوال تو كارديك اوتبوت فاخلي بالي انه المجموع البلد اللي يعني الدم القلب ضخ دم مجموع الدم اللي انضخ من القلب يساوي مجموع البلد اللي غاعه السيركيليشن كله لان هو كلوز سيستم. however the velocity with which blood flow through different segment تختلف مثل ما قلنا الفيلوسيتي تختلف
ومثل ما قلنا هي inversely proportional to cross-sectional area. أكو مكانة أكو مكانات اللي blood يمشي بيها سريع، أكو مكانات اللي blood يمشي بيها بطيء، أكو مكانات اللي pressure بيها عالي، pressure بيها عالي بالmajor artery اللي هي pressure reservoir، أكو مكانات resistance بيها عالية وهاي resistance العالية تقلل لي pressure اللي هي arteriole، وأكو مكانات اللي blood يمشي بيها slow اللي هي مثلا capillary اللي نحنا تفيدنا للperfusion. أخلي بالي إنه size of capillary pores vary from organ to organ. أخلي بالي إنه إحنا إنه الكابيلاري بيها pores يعني بيها ثقوب أو فتحات. هاي pores identical to each organ يعني كل organ عنده صفات ومن ضمن الصفات مالته مال الكابيلاري إنه ال pores مالته تختلف. فأخلي بالي إنه الكابيلاريز of a brain are joined by tight junction. فأخلي بالي إنه brain capillaries صفات البورس مالتها كلش نارو. هذا يعطيني شيء يسمونه blood brain barrier. blood brain barrier هذا اللي يحافظ لي انه ماكو مواد طوع على البرين اذا ما انا اعمل له filtration. تمام؟ مقابيله اشقد البورس مال البرين مال البرين كابيلاري صغيري، مقابيله البورس اوف كابيلاري اوف ذا ليفر كلش كبيره بحيث ممكن تخلي حتى البروتين يعبر خلاله. فأخلي ببالي إنه الكابيلاري فورس تتناسب حسب الـ function of organ وتختلف من organ إلى organ. فأخلي ببالي إنه أشقد الـ organ الـ function مالته تحتاج إنه الـ leakness يصير عندي نارو، ما يحتاج إنه يصير leakness يصير وايد. تمام؟ وأخلي ببالي أيضاً إنه degree of leakness يعني هذا الفتحات كبغة وصغة هي ما ثابتة أيضاً تختلف من فترة إلى فترة حسب حالة الجسم، ومرات إذا صار عندي local release of some substance تؤدي لي لاختلاف الاختلاف الكبير بالمريضتي مثلاً local histamine local allergic substance تعمل لي increase capillary permeability حسب الحاجة لهذا الأورجان أو حسب إذا لا سمح الله مرات ما حسب حاجة الأورجان نفسه، مرات إذا صار عندي ديزيز أو بروبلم أو رياكشن أو أنا أو نوع أنواع من الألرجي وانفرز الهستامين راح يزيد الكابيلاري بيرميبلتي وبقى على أساس يصير عندي سيكولي لأن هذا فقد ما نورمال رياكشن. تمام؟ نجي على شيء كلش مهم هو البري كابيلاري سفنكتر. البري كابيلاري سفنكتر عندي فيجر يعني طلاب نحن عندنا هوني مثل ما قلنا يعني نحن إذا وصلنا هوني خلينا نرجع على الفقرة الأول خطأ أكملك بي هوني يعني نحن بدينا من الهارت دقيقة بس لحظات يعني طلاب نحن بدينا من الهارت مثل ما قلنا الهارت بعدين عطانا البلد راح للأيورتا الجريت آرتري بعدين الميدل بعدين إنا وصلت إلى الآرتريول. نحن قلنا الجريت آرتري هي البريشر ريزرفوار والآرتريول هي الريزيستنس ريزرفوار. وصلت هوني للآرتريول أنا هوني هسه أنا وصلت للآرتريول كابيلاري فينيول اللي هي إيش سميناها المايكرو سيركوليشن. بنيجي نحكي عليها هوني ما عرفت أنا بالي أنا مو هالتمشي على هذا الفيجر. عندي لوسيتي أتصور لا الدايميتر ما عرفت إذا ذكرته ولا أنا أول نوه لكم عليه كان ببالي شيء بس هاك أحطه للذكرى. بالضبط وصلنا هذا الفيجر نحن هوني وصلنا الارتريول تمام وهذا الفينيول وهذا الكابيلاري. الصوت واضح طلاب؟ واضح تمام. وصلنا نحن قلنا هاي المايكرو سيركوليشن نحن عندنا هوني يسمونه بري كابيلاري سفنكتر. بري كابيلاري سفنكتر يعني قبل انا ما ادخل على هذا الارتريول قبل ما ادخل على الكابيلاري اللي هي هون يسموهم الميتا ارتريول بس هي انتم خلوا بالكم هون يبدي عندي الكابيلاري. فبري كابيلاري سفنكتر يعني الحد الفاصل بين الارتريول او التيرمينال ارتريول وبدايه الكابيلاريز بري كابيلاري سفنكتر اللي يتحكم لي بكميه البلد الداخله على الكابيلاري. نرجع للحكي فبري كابيلاري سفنكتر ار نوت انيرفيتد but have a high degree of myogenic tone and sensitive to local metabolic
تشينج، يعني يقول لك هذا البريكابيري ريستريكتر ما عنده نيرف سبلاي تغذينه، بس عنده فقد هاي ديجري اوف مايوجينيك تون، عنده مايوجينيك تون، هاي مايوجينيك تون سنسيتيف كلش لللوكال ميتابوليك سبستنس، ونحن قلنا اللي يتحكم بحاجه المنطقه للبلس سبلاي وانه اعمل واش للوست برودكت المنطقه نفسها اذا صار بيها ميتابوليزم وقلل الاكسجين او زاد السي او 2 اللي هي ذا ميجر فاكتور اللي يحددوا لي البلس سبلاي راح يصير عندي ريسبونس. فهذا البري كابيلاري سيركتر اكت تو كنترول بلد فلو ثرو بارتيكولر كابيلاري ذات ايتش اون جريد، يعني الكابيلاري نفسه قبل ما يصل للبلد اكو سفينكتر، وين الفيجر، يعني البلد اللي يوصل هوني هذا السفينكتر يحدده، هذا السفينكتر ما بينه فقد نيرف سبلاي بس بينه مايوجينيك تون سنسيتيف تو اللوكال لوكال ميتابوليك سبستانس اللي تنفرز حجب حجب حاجه الاريا، هذا اللي يحدد لي كميه البلد اللي راح تفوت للكابيلاري. فأخلي ببالي generally the tissue that are more metabolically active has a greater density of capillary، يعني ال organ أو tissue ال organ اللي tissue مالته عنده high level of metabolism، مثلا على سبيل المثال المصل الكابيري مالته أكثر من الكابيلاري اللي رايح على التندون، لأن يعني التندون فقط هو شغله إنه نهاية المصل ويعمل له تثبيت بالبون، المصل الكابيلاري ديستريبيوشن مالته كلش عالي لان يعني هي هايلي اكتف، تمام؟ مثل ما قلنا لحدد كميه البلد كابيلاري الكميه الفوليوم اوف كابيلاري او الكابيلاري سيركيليشن هو لوكال اريا، اذا صار عندي مصل اكسرسايز اذا صار عندي اكسرسايز مصل اكتيفيتي انكريز ميتابوليك اكتيفيتي راح يجمع الاكسجين راح سوري يجمع السي او 2 ويقلل الاكسجين يقلل النيوترينت وتجمع الويست برودكت اللي بحد ذاته تعمل لي لوكال فاكتور تزيد لي تعمل لي دايليتيشن اوف كابيلاري سفنكتر وبالمحصله البلد اللي جاي على الكابيلاري يزيد. ومثل ما قلنا ذا ديجري اوف بلد فلو يتحكم بال يعني الدم اللي يوصله يتحكم بكميه البلد عن طريق الكابيلاري وايضا عن طريق الارتريول نفسه، يعني احنا قلنا الارتريول هو ميجر ريزيستنس فيزلز ويتغذى او بالاحرى بينه مصل ديك مصل تتغذى بالسمباتيك، فكميه البلد اللي يوصلها نحن بالاكسرسايز راح يصير عندي سمباتيك ستيميليشن، فاخلي ببالي انه كميه البلد اللي يوصل لهذا الكابيلاري بيد بدايته يتحكم بها الارتريول وبعدين من وصلته على الكابيلاري سفنكتر الكابيلاري سفنكتر واثنين من الكابيلاري سفنكتر او الارتريول سنسيتيف لللوكال ميتابوليك فاكتور، فاخلي ببالي حاجه المنطقه هي المنطقه نفسها تحددها. من صارت المنطقة أكتف تجبر البلس سبلاي عليها يزيد لأن اللوكال ميتابوليك فاكتور أثر لي تأثير مباشر على البلس سبلاي مالتها. زين؟ أخلي ببالي إنه movement of blood across بلازما ممبرين إما باسيف أو أكتف، ومن اسمه باسيف by diffusion على أساس الإلكتروكيميكال جريدينت، يعني اللي هو حسب يتحرك الفلويد او المولكيول من هاي كونسنتريشن لللو كونسنتريشن باسيف ديفيوجن. الاكتف ترانسبورت انه انا احتاج فقط كارير، يعني احتاج عربات تقعد عليها هاي المولكيول وتعبرها من مكان الى مكان. اكستشينج اكروس كابيلاري وول بتوين بلازما اند سيرفيس ار لارجلي باسيف، اخلي ببالي انه اكثر تحرك المولكيول عبر الكابيلاري وول يعني between the plasma and interstitial fluid هو بس أكو مرات نحتاج إنه active transport. أتصور خلصت هاي المحاضرة. خاطر نبدي بالمحاضرة الثانية. تمام. سخلصنا هاي المحاضرة. أعطيكم فاصل إلا نكمل رأسا لأن ما ضل عندنا وقت أتصور كثير. طلاب. نأخذ فاصل.